أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشهد وقراءة. مشهدنا اليوم لقاء خاص مع دولة الأستاذ طاهر المصري، رئيس مجلس الأعيان الحالي ورئيس الوزراء السابق. نريد اليوم أن نطرح عليه كثير من التساؤلات المتعلقة بالمشهد الأردني والإقليمي أيضا. هناك كثير من الضبابية حول كثير من الموضوعات، لذلك ارتأينا أن نلتقي اليوم دولة الأستاذ. أهلا وسهلا بك، مساء الخير دولة. مساء الخير. أريد أن أبدأ من المشهد الأردني، ربما من العملية الإصلاحية. كيف يمكن لك أن تقيم لنا هذه العملية الإصلاحية، دعني أقول الصيغة الرسمية، بعد أن تحدثنا عن قانون انتخابات بالصوت الواحد، ربما هكذا تجاوز مخرجات لجنة الحوار التي كنت أنت رئيسها والتي كفل أيضا مخرجاتها الملك، ثم انتخابات، ثم برلمان، ثم حكومة يقودها الدكتور عبد الله نسور، فمشاورات، فالحديث عن حكومة برلمانية، كيف تقيم لنا هذه؟ ثم نريد منك أن تقول لنا من الذي أدار هذه العملية الإصلاحية. نبدأ من الأخير، من من أدار هذه. نعم. حقيقة أن الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي هو محرك أساسي لموضوع الإصلاح والتغيير في العالم العربي. إحنا عندنا برلمان وعندنا مؤسسات دستورية وعندنا دستور وعندنا يعني أسس لدولة ذات المؤسس ذات القوانين والدستور الصحيح، ولكن كان هناك في أخطاء وربما اعتراضات وما إلى، لكن جاء الربيع العربي وظهر بأن الشارع العربي والرأي العام العربي في كل أقطاره يريد التغيير ويريد أن ينطلق من تلك القيود التي كانت موضوعة عليه، وظهر أقصاها في بلد زي ليبيا عندما ثار الشعب ضد النظام وحصل ما حصل. إحنا في الأردن ليس لنا خلاف، أو ليس للرأي العام أو للشارع أو للمواطنين خلاف مع النظام، هناك دعوة ومطالبة بالإصلاح. ففي خلاف أو في فرق بيننا وبين دول عربية أو شعوب عربية ثارت ضد حكامها. إحنا نريد المواطن الأردني يريد أن يعني يغير السياسات والنهج ويصحح الأخطاء، فالنظام محفوظ في هذا الأمر. فتجاوب النظام، تجاوب جلالة الملك مع هذا الأمر، وبدأت العملية الإصلاحية بالتدريج. أنا أكرر وربما يفهمني الغير بما لا أقصده، بأنه الأردن بني على التطور والتطور وليس بالطفرات. فتم يعني تقصد التدرج هكذا؟ التدرج نعم. إحنا لسنوات طويلة منعت الأحزاب، كانت هناك أحكام عرفية، لم تكن هناك حركة أو حياة سياسية، فتقلص المفهوم السياسي إلى المفهوم الرسمي، وأصبح الموظف الرسمي هو السياسي، مع أنه هذا خطأ وليس ويجب أن لا يتم. فصار موضوع الإصلاح بدأ في المواطن الأردني، ولكن قاده بعض الأفكار التي هي حكومية أو روتينية أو عادية، فصار هذا التجاذب. لكن الشارع والحراكات والقوى الوطنية هي التي كانت تدفع باتجاه. إذن إلى حد ما أو بطريقة ما كان هناك تزاوج بين الرغبة في التغيير بين الشارع والقوى السياسية والجهات الرسمية وجلالة الملك. لكن لو راقبنا حركة المجرى أثناء الربيع العربي الذي وصفته أنه أحد المحركات التي دفعت باتجاه هذه الإصلاحات، مثلا في حكومة البخيت كان الحديث عن قانون الانتخاب عن 3 أصوات، ثم جاءت حكومة دولة عون الخصاونة فتحدثوا عن 2، وأيضا مخرجات لجنة الحوار جاءت بشيء مخالف للقانون الأخير الذي جاء بحكومة الدكتور فايز الطراونة. لماذا هذا التراجع أولا، ومن الذي يدير هذا التراجع بأمانة، لا سيما أننا لاحظنا مثلا في لقاء الملك الأخير في الأتلانتيك أنه انتقد بعض المؤسسات الحكم في الدولة. الأستاذ طاهر المصري، من أدار هذه العملية؟
هناك يعني هناك عندما يتم تقرير سياسة عامة أو موقف ما، يكون هناك جهات، أشخاص، مراكز، مناصب معينة هي التي تبدي آراء. أنا مثلا معروف أنه كنت ومنذ البداية ضد الصوت الواحد، وفي اجتماعات رسمية ناقشت ووقفت وشرحت بأن الصوت الواحد لم يعد صالحا في هذا الزمن، وأخطاء وما رتبته من مشاكل هي أمامنا، فلا يجوز أن لكن قوى في الدولة، شخصيات، مناصب رسمية هي التي التقت على هذا الأمر وسار بالطريقة التي تر. يعني لا أستطيع إذا أنت يعني بدك ياني أقول لك إنه فلان أو المنصب الفلان، لا حقيقة يعني لا أخفي شيئا، لكن هناك توجه في 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 الدولة الأردنية نحو هذا الأمر. تغلبت هذه القوى على أو هذا الرأي تغلب على الرأي الآخر بأنه يجب أن ننوع. جاء رئيس الوزراء عون الخصاونة وجاء معروف البخيت، فكان لهم آراء معينة، لكن الرأي الآخر كان مشي، يعني قدم رأي ورغبة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشيت وقدم مشروع القانون لمجلس النواب، فمعناته أنه كان هو رأيه الأغلب ونجح رأيه وقدم القانون، لكن لما راح أو استقال عون الخصاونه قدم مشروع آخر من رئيس وزراء آخر رأيه أنه الصوت الواحد هو الأضبط والأمثل. نعم، يعني أنا يعني قبل أن أخرج من هذه النقطة أريد أن أسألك تحت عنوان من يحكم الأردن، راقب معي دولتك. 99 حكومة رقم حكومة الدكتور عبد الله نصور منذ عهد الإمارة، أي بمعدل 10 أشهر للحكومة. رؤساء الديوان يتم تدويرهم أيضا بشكل دائم، مدراء المخابرات كذلك. حتى حينما نتحدث عن قادة الجيش، قادة الأمن، هناك تدوير مباشر. من هي هذه الدولة الأردنية في النهاية التي تتخذ القرارات؟ من هي هذه المؤسسات؟ يعني لو أردنا أن نفهم، وأنت خبير وموجود، يعني كنت وزير خارجية في 84، من؟ نعم. ما احنا مش ما فيش اشي مخبى. احنا بموجب الدستور الملك هو رئيس السلطة التنفيذية ويمارسها من خلال وزرائه، فاذا هو صاحب القرار وهو الذي له عنده حكومة يعني تؤلف بالطريقة الدستورية، وهي هذا التركيب، السلطة التنفيذية هي التي تقرر ذلك. إذن جلالة الملك له حق القرار باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومعه السلطة التنفيذية الأخرى أو التنفيذ، ومن ضمن التنفيذ ليس فقط مجلس وزراء، السلطة التنفيذية في مؤسسات أمنية، في دوائر مختصة، في فهي هي اللي بتصنع القرار. القضاء لا يشارك بهذا القرار، والسلطة التشريعية لا تشارك بهذا القرار. إذن السلطة التنفيذية حسب منطوق الدستور هي التي تقرر في هذه الأمور، رأسها جلالة الملك ويساعده أو ينفذ الولاية العامة وإدارة شؤون الدولة مجلس الوزراء. نعم. يعني المؤسسات الأخرى. لو عدنا لتصريح للدكتور معروف البخيت في لقاء له في صحيفة العرب اليوم، قال أن الأردن لا يملك مشروع ذو طابع استراتيجي، يعني هل فعلا نحن لا نملك عقل سياسي في إدارة الدولة في هذا التوقيت حتى يصرح رئيس وزراء؟ يعني قبل أيام كان رئيس وزراء، قبل يعني في خلال الربيع الأردني، لا نملك خطة، هكذا صحيح؟ لا، مش تماما لا نملك خطة، لكن احنا يعني انا ازعو او يعني اقول بانه ايضا احنا بحاجة الى وضع استراتيجية بعيدة المدى في كل ما نملك، لكن لأن المنطقة متغيرة والدول حوالينا بتأثر فينا، وإحنا ضعيفة الموارد، بلد ضعيف الموارد، نحتاج إلى أن نرسل نصدر العقل الأردني والخبرة الأردنية إلى الخارج، فنبقى على يعني بسياستنا دقيقين وحريصين حتى تبقى هذه الخيوط ممدودة. لذلك يعني
تتغير الخطط باستمرار، وقد يقول قائل بأنه لا نستطيع أن نضع خطة استراتيجية. أنا بعتقد أنه لا، إحنا بحاجة إلى وضع تفكير استراتيجي، خطة بعيدة المدى ومتوسطة المدى، حتى نعرف. في عندي أنا قضايا كثيرة بجوز بدك تسألني عنها، الموضوع السوري، الموضوع الفلسطيني، موضوع اللاجئين، هاي بحط خطة عامة أو تفكير عام على احتمالات، لكن لا يمكن أن أتنبأ بالسابق أنه في. هل يوجد مشروع وطني في الأردن في ظل هذا الجدل السائد؟ يعني مشروع وطني؟ يعني المقصود في الآن هناك جدل على الهوية، جدل على أشياء كثيرة، هل يوجد مشروع لدى الدولة تستطيع أن هذه كل الجدل السائد وهذا الصراخ هنا وهناك أن يكون هذا المشروع ضابط إيقاع لكل هذه الذي نسمعه في كل مكان؟ في شعارات، في عناوين طبعا يوجد، يعني عناوين طبعا موضوع المواطنة، الوحدة الوطنية، حكم القانون، سيادة القانون، كلها عناوين موجودة، فهي ضمن المشروع الوطني، ونحن ننادي بذلك. نحن ننادي بانتخابات نزيهة تمثل، تعطي تمثيلا، فالعناوين موجودة، لكن في الواقع في التطبيق قد يحدث خطأ هنا، قد يتم تهميش هذا العنوان أو هذا الشعار. هذا صحيح. سأنتقل إلى موضوع الانتخابات البرلمانية. أفرزت برلمان، الآن هناك رئيس حكومة، هناك مشاورات، يقال أن هناك مخرج حكومة برلمانية. بصراحة هل يمكن لهذا البرلمان ولهذه المشاورات أن نتحدث عن حكومة برلمانية، أم أن الحكومة البرلمانية أصبحت وراء ظهورنا دولتك؟ الحكومة البرلمانية مطلب مين؟ مين طلب الحكومة البرلمانية؟ مطلب الشارع كان. الشارع. فهذا مطلب شعبي. الحقيقة بدك الصحيح، ما فيش إشي اسمه بالمعنى الدقيق حكومة برلمانية، في شيء اسمه حكومة حزبية. لكن اخترعنا هذا الاسم بطريقة وصار مستعمل. أنا برأيي أنه لابد أن يكون هناك مشاورات في موضوع الحكومة، لكن لا، ليس بالضرورة أنه يكون هناك نواب في الحكومة، ليس بالضرورة. ليش؟ لأنه في فصل السلطات، إحنا لسه بدنا نمنع التداخل في ففي هناك رأي يقول بأنه خلي النائب تشريعي تشريعي، وأعطيه الحرية ويحاسب الحكومة. إذا دخل على الوزارة زي ما صار في بعض الحكومات، بصير موضوع تنفيذ أو قبول المشاريع الحكومية في مجلس النواب سهل جدا. أنا بعتقد أنه مفهوم المساءلة يجب أن يبقى نقيا قويا بعيدا عن أي مداخلات. لكن هاي طريقة المشاورات هي اللي كان يجب أن تدار بطريقة أخرى. أنت مع الحكومة البرلمانية أم ضدها دولتك؟ من حيث المبدأ معها، من حيث المبدأ، لكن في وقتها الصحيح. عندما تكون هناك حياة حزبية، مش حياة برلمانية بمعنى أفراد نواب. أنا بحكي أنا مع الحكومة. يعني هل ما جرى كان قفزة في الهواء، أو يعني عملية غير منطقية، يعني مخرجات لمدخلات غير موجودة من كتر إلحاح الشارع؟ إنه حكومة برلمانية، فتم الوعد بأنه بدكم هيك حاضرين، هاي ناي حكومة برلمانية. أنا أؤمن بالحكومة الحزبية، حكومة الحزبية، وأؤمن بأنه البرلمان يجب أن يكون في معظمه منتخب على أساس حزبي. هذا غير متوفر. إذن هناك خلل في عملية إصلاحية، بما أنه القانون لم يأتي بالأحزاب ولم يأتي بمؤهلات وبنية الخطأ في القانون الانتخاب. نعم، الخطأ في قانون الانتخاب. نعم، لم يأتي بأحزاب هكذا. لم يوضع الصوت الواحد، ليس مقصودا به تنمية الأحزاب أو تنمية الحياة السياسية. هكذا أنا هذا رأيي يعني. نعم. طيب المشاورات التي جرت وإعادة انتخاب أو إعادة اختيار الدكتور عبد الله نصور وتشكيل حكومته بهذا الشكل، هل يقيمها دولة أبو نشأة بطريقة معينة؟ ما راح معينة؟ أدخل بهذا الموضوع. إنما يعني حسب ما نعلم بأن النواب سموا عبد الله نصور رئيسا للوزراء، فألف حكومته، وهن يعني لما رشحوا معناته متفقين معه في بأنه يستطيع أن يقود المرحلة القادمة وبدهم يأيدوا.
فجاء بهذه الحكومة وقال لهم أنه بعد قليل سوف تدخلون الحكومة. هذا أمر بين النواب وبين رئيس الوزراء، ويبدو ما اتفقوش أو في صعوبات لغاية الآن، ولا أدري أين وصلت الأمور بالتحديد. رئيس الوزراء بعتقد سيلقي بيان الحكومة في بداية الأسبوع القادم، وسنرى مناقشات حامية الوطيس في داخل تحت القبة في موضوع الحكومة والمشاريع والمستقبل القادم، وسنرى ما هي نتيجة هذه الديمقراطية أو هذه الحكومة أو هذا الإجراء البرلماني الديمقراطي. أنت يعني حسب ما فهمت منك أنك ضد قانون الصوت الواحد وترى يجفف الحياة السياسية، واضح. لكنك لم تكن مع المقاطعة، يعني كيف يمكن أن نجمع بين هذين؟ لأنه مش بالضرورة نقاطع. يعني أنا من 93 أول ما فرض الصوت الواحد كنا ضده منذ البداية، وقوى سياسية كثيرة وإسلامية كانت ضده، وقررت أني أنزل لأنه ما كناش عارفين أوضاعه أو يعني ماذا سيؤدي، عارفين أنه غلط لكن إلى أين سيؤدي. بال97 أنا تستغرب وقعت على بيان مع قوى سياسية وشخصيات وأحزاب بمقاطعة الانتخابات سنة 97 لأنه هذا القانون بدأ يظهر لنا، لكن تلك القوى السياسية قررت أن المقاطعة ليست الخيار الأفضل في هذا الوقت وعادت للمشاركة. أنا ما شاركتش. فالرأي لا يعني ليس بالضرورة، الرأي في القانون ليس بالضرورة، ولا أستطيع إذا بدك بعدين بتناقض مع نفسي. إذا كنت بدي أدعو للمقاطعة كان واجب علي أستقيل من رئاسة. يقال أو نشأت أنك دعمت بعض المرشحين أو كتل في البرلمان لك علاقة بهم؟ لا والله، لا يوجد. لا أبداً. طيب يعني في نواب يعني أتفاهم مع خطهم السياسي أكثر من آخر، صحيح. في نواب بعرف أنهم جيدين وتمنيت أن ينجحوا، سواء نجحوا أو ما نجحوا هذا صحيح، لكن أني أتدخل مباشرة لا والله ما أتدخل. هل تدخلت في انتخابات رئاسة مجلس النواب؟ الإعلام تحدث بعض المواقع الإلكترونية أن أبو نشأت كان يتربص النتيجة، صحيح؟ أنا ما أتدخل. نعم. أما في نواب فيه يعني أو قدروا ما هو اللي حصل، وهناك قوى سياسية تعاملت مع الموضوع، أنا ما تدخل. شعرت بالإحراج وهم يباركون لك مثلا؟ جدا والله، بس يعني إحراج مش كتير محرج. إحراج ممع صراحة يعني. هكذا. طيب لو عدنا للقانون، هل أدخل قانون الصوت الواحد منذ 93 أو هذا القانون الأخير الدولة الأردنية في مأزق، الحكومة البرلمان، وما السبيل للخروج منه؟ يعني قانون جديد. هل أدخلنا في مأزق صراحة؟ يعني عندنا صعوبات واضحة، وعندنا تشرذم في عندنا مفاهيم عم تتغير، مفاهيم سياسية، مفاهيم اجتماعية، التماسك النسيج الاجتماعي، التماسك بين الأردنيين في مفهوم الدولة والانتماء للدولة. هناك بدأت تظهر فسيفساء صغيرة عبارة عن مجموعات قد لا تكون مش سياسية، لا أقصد الحراك بها، مناطقية جهوية إلى آخره. لذلك أنا بعتقد أنه الصوت الواحد يعني هو اللي قاد هذه الدولة أو الوطن إلى هذه الانقسامات وهذه الشرذمة، فلا بد من إعادة النظر به. وأعتقد أنه صار هناك بديش أقول إجماع، لكن يعني اتفاق حتى مع القيادة بأنه خلونا نعيد النظر في هذا الموضوع. هل تتوقع أنه سيتم تغيير قانون الصوت الواحد في قادم الأيام، في السنوات القادمة؟ كنا نسمع ذلك في سنوات كثيرة أبو نشأت. هل تغير الظرف؟ تغير طبعا. أخي بالربيع العربي بغض النظر شو عم بيصير بالبلدان، لكن تغير المجتمع العربي بالربيع العربي، وحاجز الخوف زال، وأصبح هناك قوى سياسية شبابية مختلفة تماما عن السابق.
نعم، هناك مرجعيات في الدولة الأردنية وقال أنها عليا، قالت أن الأردن أفلت من الربيع العربي. أنا فهمت من دولة أبو نشأت أنه راهن على الربيع العربي أن يحدث هذا التغيير والإصلاح. ما رأيك بهذه العقلية التي تفكر بأننا أفلتنا من الربيع العربي؟ شو ما يعني أفلت؟ يعني الربيع العربي كان مطب، يعني في مطب، في هيك مقصود؟ هو مقصود أنه ملصنا خلاص، مشيت الأمور، لا نذهب إلى الإصلاح مرة، لسنا مضطرين للإصلاح. لا لا، اللي حكى هالحكي فهمته أنت غلط أو فهم غلط. إحنا عملنا تعديل، يعني إصلاحات متعددة، وبديش أكررها لأنه الإعلام الرسمي بيضلوا بيكررها. صحيح. الهيئة المستقلة، المحكمة الدستورية، التعديلات الدستورية إلى آخره، هذه حقيقة إصلاحية، يعني هذه خطوات جيدة. بقي موضوع الانتخاب، قانون انتخاب، بقي كيف يتم اختيار الوزراء وهذه الأمور. وربما بوجهة نظر بعض الإخوان بقي انتخاب مجلس الأعيان وليس تعيين. ما رأيك بانتخاب مجلس الأعيان صراحة؟ بده يصير، سيحصل يوما، ترى مناسب أنه يعني بوقته. أنا يعني كل هاي الأمور أنا بهمني أنه هاي الأمور تتم وهي واقفة، والبلد واقفة على أرض صلبة، الانفراستراكشر، البنية التحتية لمثل هذه التغييرات موجودة. مثلا أنا بدي قانون انتخاب حقيقي جيد حتى تبنى عليه الأحزاب الجيدة وتقوى. عندها بستطيع بقول لك بننتخب مجلس أعيان، بنغير الشغلة الفلانية، نعمل تعديل دستوري، لكن كله في وقته وفي أصوله حتى يظل ثابت، ما 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 يكونش مبني على رمل يجي قوة معينة تهدمه وهدم. والحياة والمفهوم الديمقراطي متطور متغير باستمرار. إذا تطلع على عقليتنا أو نظامنا السياسي قبل 90 سنة أو 50 سنة اختلف، لأنه الدنيا تغيرت، فالحياة تتغير باستمرار. ولذلك نعم، مجلس الأعيان سوف ينتخب يوما ما. طيب أنتوا جلالة الملك في حديثه للأتلانتيك مش قال بأنه ابنه سيحكم دولة ملكية دستورية؟ نعم. إيش معناته؟ معناته أنه هذه الأمور ماشية بالتدريج إلى أن نصل في وقت ما إلى ملكية دستورية، وسيقبل بها النظام ويتعامل معه وتصبح الأردن ملكية دستورية. مجلس الأعيان في قضية القوانين التي ربما ستأتي من مجلس النواب تتعلق برفع الأسعار والميزانية، كيف ستعامل معها وأنت رئيس مجلس الأعيان؟ اولا احنا رفع اسعار الكهرباء يعني قادم الايام، انت تعلم انه في قرار محتمل. لا مش محتمل، مؤكد جاي. نعم. سيكون يعني مش قوانين، هي احنا مشكلتنا في الاعيان وهي دستوريه انه ما عندناش سلطه الثقه. الثقه وهي الاداه الاساسيه بيد مجلس الأمة للمساءلة الحكومات، هي الثقة وحجب الثقة. نعم. احنا ما عندنا اياها. لكن تردون القوانين، هي حق لكم ولا لا؟ بس مش قانون. رفع الأسعار ليس قانون. لا، إجراء حكومي يناقش وراح نناقشه وراح نبدي رأينا فيه، لكن أقول قولي هذا كجماعة ضغط فقط. بس حكي. أما مجلس النواب بيقدر يحجب الثقة، بيقدر عنده إجراءات معينة. فعندما يأتي الأمر سنقول رأينا وكلمتنا، لكن هذا مش قانون، هذا قرار حكومي. طيب يعني في هذا السياق وأنت رئيس. وإذا إجت الحكومة فكرت إنه تيجي تسألني رأيي. نعم. في موضوع أو أتشارك معها بموضوع رفع الأسعار، بقول لهم ما خصني. أنتوا التنفيذيين، أنتوا خذوا قراركم وأنا بحاسبكم. برضو لو سألناك إحنا ما رأيك بتحكي لنا ما خصني بصراحة أبو نشأت، ما رأيك في قضية رفع الأسعار مثلا، أسعار الكهرباء القادمة وهذه الحزمة والاتفاقية مع صندوق النقد، يعني أنت ما رأيك؟ صندوق النقد زي ما حكينا سابقا، صندوق النقد بيجي يطلب منه المعالجة، هو ما بيجي بتبرع لك، تيجي انت بتقول له تعال انا عندي مرض اسمه خلل في الموازنة، تعال
تعال حل لي، بيجي بحط لك الدواء او العلاج بقول لك طبقه اشربه زي ف ومقابل ما اذا مشيت على الشرب الدواء اللي اعطيتك اياه بعطيك القرض والفلوس. فهذا هو مره اخرى للعلم يعني صندوق النقد لا يفرض حلول محددة غصبا عنك، هو يقول بأنه أنت عندك عجز في الموازنة، هذا صار خطر على دينارك، بدك تنزل بخلال سنتين العجز ليصبح نسبته 3% من الناتج القومي. كيف بتعمل أنت إجراءاتك لتصل ل 3%؟ حر، هو بعطيك يعني الروشيتا ويوصف لك الدواء ويوصف لك شو تعمل، لكن إذا وجدت أنت طريقة أفضل وأريح بقول لك اعملها، بس نتيجتها بعد سنتين بدي 3% تصل. فهذا الأمر هو اللي بيعمل، لكن بما نراه من خلل في الاقتصاد الأردني وفي المالية الأردنية الأسعار بدها ترتفع. و بقى هو أكمل لك لأنه هاي معادلة. بدك ترفع أسعار معناته بدك توفر فلوس حتى تقلل العجز. أنا بعتقد بأنه لابد من إعادة جذرية للمالية الأردنية والإنفاق الأردني. إحنا يعني كثير من الأجانب والخليجيين لما بيجوا على الأردن ما بيصدقوا أنه إحنا مفلسين، بقول لك شو هالعز شو هالسيارات، مش سيارات الناس هاي حرين فيها، لكن السيارات الحكومية والمكاتب الحكومية والأبنية الحكومية والنفقات الطارئة وإلى آخره. أنا بعتقد ولو أنه في محدودية في هذا الأمر، لكن المواطن تعب من أن تقول له باستمرار شد الأحزمة، بقول لك بدي أنا أشوفك شد، ليش بالسوق لاند كروزر 8 سلندر؟ ليش؟ هاي بنزينها وأكم شوفير عليها، وليش بمكتبك أو ببيتك في 4-5 سيارة؟ مش بس هدول يعني، هدول في جملة هاي. ولذلك إذا بدك ترفع الأسعار والناس تصدقك أنه أنت مجبور، خفف مصاريفك وخفف نفقاتك أولاً اللي بيسموه اللكجري يعني البذخ. يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني الناس لاحظوا أن دولة أبو نشأت يذهب إلى جهة عشائرية أكثر من مرة. هل أصبح مجلس النواب ليوجيركا يعني مجلس عشائري حتى تحل المشاكل خارج البرلمان؟ هؤلاء مشرعون، يعني ألا ينال ذلك من شكلنا الديمقراطي من صيغتنا الإصلاحية؟ وأنت الرجل الليبرالي يا عزيز يعني. نعم. والله العظيم، طب مش أنا بنادي أنه إحنا بدنا نأكد مفهوم الدولة وبدنا تكون وما هو إحنا لما نحكي بالموضوع العشائري بيفهمونه غلط. أنا ما بحكي على العشائر، بحكي على العشائرية. نعم. إحنا كلنا عشائر، وهي عائلات كبيرة هي تقوي اللحمة الاجتماعية، لا غبار على ذلك. لكن المفهوم العشائري اللي باخذ محل مفهوم سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص، هذا اللي بنحكي عنه. لكن هذا هو اللي ماشي. أنا لكن احنا بنحكي عن دولة وبرلمان يا أخي، وأنا ما بنحكي عن ناقة وميت ناقة و25 لا 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 هذا شو لا مش هيك يعني يا سيدي، هذا مأزق حقيقي في الحداثة أصبح في عقلية المؤسسات يعني. أنا بعرف. لكن صدقني أنه اضطررنا نفعل ذلك. حتى لا تقع يعني أمور لا تحمد عقباها في وقت الجامعات عم تتقاتل وتسكر والناس تقطع الطرق والى اخره. لا نص على الاقل انا مسؤوليتي انا من اللي تفضلت فيه وصفا لي صحيح اني انا لا لست من هذا، واول مره بحضر موضوع صلحه. كنتش مقتنع؟ لا مش مقتنع. لا مش مقتنع بهذا الاجراء. لا لا كان يجب اتخاذه، والا وقع شيء حقيقه يعني صعب جدا. و لأنه الغضب اللي تم والكلام اللي تم تبادله كان قاسي إلى حد ما، ولكن سننهي هذا الموضوع بعون الله بطريقة. أين الدولة أبو نشأت هنا؟
هل تراجعت الدولة؟ لا تستطيع الدولة أن تضبط إيقاع مشكلة كهذه. الدولة هذا موضوع عشائري موجود بالأردن منذ ولم يتوقف إلا لم يتوقف بتاتا. الآن صار طاغي صحيح لكن يعني طبيعة البلد عشائرية. نعم. و إلى ما لا نهاية؟ لا لا لا. إلى متى إذن؟ لا لا. إلى أن يتقوى مفهوم الدولة وتصبح دولة لها يعني مفهوم سيادة القانون ينطبق على الجميع وتصبح دولة مدنية. نعم. اسمح لنا دولتك نروح لفاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الحوار. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان. ابقوا معنا. رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول فبهداه مقتده بحضور نخبة من العلماء الخميس 11 من نيسان الحالي الساعة 2:00 ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب والدعوة عامة. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، نتواصل معكم في هذا اللقاء مع دوله الاستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان. اهلا وسهلا مره اخرى دولتك. سنتحدث عن العلاقات الاردنيه الفلسطينيه وسابدا من الكونفدراليه. يعني بين الفينة والاخرى يرد اسم الاستاذ طاهر المصري عند الحديث عن الكونفدراليه مع الضفه الغربيه كاحد الداعمين لها، فما موقفك من الكونفدرالي؟ ليش عملت هيك؟ وين جبت هالحكي؟ لا يعني احيانا يقال ان طاهر المصري في موضوع الكونفدراليه موجود، هل انت موجود؟ لا. كيف تقيمها موقفك؟ نريد ان لا. هذا الضجيج حول الكونفدراليه حدثنا عنه. اولا انا ما بعرف وين وصلت ومدى امكانيه تحقيق الكونفدراليه بهذا الوقت، لكن أنا واضح أنه أنا مع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني. نعم. الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولا نقبل لا. نعم. بفلسطين ولا بالأردن أن تقوم علاقة غير محددة المعالم بين الأردن وفلسطين قبل قيام الدولة المستقلة ودخول فلسطين إلى الأمم المتحدة. نعم. لألا ليش يعني مش تهربا من المسؤولية، لألا يعني ترمي إسرائيل مشاكلها
خططها علينا نحن بالأردنيين والفلسطينيين وتقول كفاية اللي أخذته، لازم تقوم الدولة وتعود السيادة إلى الدولة الفلسطينية، عندها نتكلم، عندها نتباحث. أما قبل ذلك أنا شخصيا وبعتقد الدولة الأردنية والشعب الأردني لا يريد ذلك، بما فيه اللاجئين الفلسطينيين وهم متمسكون بحق العودة، لكن لا يقبلوا إلا أن يتم تحرر الأرض الفلسطينية وتحصل على القيادة الفلسطينية على ما تستطيع الحصول عليه بمسؤوليتها وبتوقيعها، ثم تأتي الكونفدرالية أو الغلكون أو يعني نبدأ بالتحديث عن المستقبل. هذا رأيي وهذا موقفي طول عمري. طيب حتى نفهم هذا السياق، تقصد في دولة فلسطينية وسيادة الآن نالت دولة يعني مؤقتة أو دولة يعني مراقبة، هل معنى ذلك أن لها سيادة وبدأ الحديث عن الكونفدرالية؟ لا ما منك. ماذا تقصد بالسيادة والدولة السيادة؟ دولة مستقلة تملك قرارها، عضو في مجلس الأمن، في مجلس في الأمم المتحدة، مش هي عملية الآن منطقة محتلة ولا تتحكم بأي شيء، كل شيء يتحرك في الدولة في أراضي السلطة الوطنية بإذن إسرائيلي وبتعليمات إسرائيلية وبضرائب إسرائيلية وما إلى ذلك. إحنا دولة مستقلة، قرارنا بيدنا، بدنا فلسطين تكون دولة مستقلة قرارها بيدها، ثم نحكي بالمستقبل بالعلاقة. يقال أن قبل 5 سنوات إن لم تفت يعني صححني يعني إذا كانت أن كان هناك مؤتمر شارك فيه الدكتور فايز الطراوني، عبد السلام مجالي، منيب المصري، أنت ذكر اسمك، تحدثوا عن صيغة كونفدرالية شيء، هل كان يعني هل هذا صحيح؟ لا لم يوجد مثل ذلك. هذا مش أنا ولا فايز الطراوني، هذا الدكتور عبد السلام المجالي ومنيب المصري. نعم. صح نعم، هم كانوا ينادوا بالأظن بال شو يسموا الخط الثالث، الخيار الثالث، ملك وحكومتين، هكذا صحيح هذه العبارة؟ إيه؟ ملك وحكومتين بمعنى اتحاد كونفدرالي بهذا الشكل. في كان شيء بس لا أنا ما ما, ما, ما كنت موجود، لا ولا أؤيد الفكرة. نعم. أنا أقول إذا إسرائيل ستماطل الفلسطينيين في أي مشروع حل، إذا وافقوا على حل، إذا فهموا إنه في كونفدرالية أو في علاقة أردنية، لا وستتهرب إسرائيل من مسؤولياتها باتجاه الأراضي المحتلة، يجب أن يقوم هناك دولة فلسطينية. طيب لو عدنا للاتفاقية الأخيرة التي جرت بين الملك ورئيس عباس حول قضية المقدسات في القدس، وأنت حضرت يعني هذه، ما هو السر وراء هذا الاتفاق؟ أثارت لغط كثير، والبعض ربطها بالكونفدرالية. شو اللغط؟ البعض قال أنها مقدمة واتفاقية نحو الكونفدرالية، والبعض تحدث على أنها لها علاقة بزيارة أوباما، يعني كيف يمكن أن نفسر هذه دولتك وأنت كنت قريب منها وحاضر لها؟ أنا حضرت، أو دور أردني في الضفة، البعض فسرها هكذا. أنا اللي بعرفه يعني أنا لم أطلع على بنود ولا شهدت يعني توقيع، مش شهدت التوقيع، لكن فهمي بالموضوع بأنه هي تجديد للبيعة التي أعطيت للشريف حسين في سنة 1924 ويعني ليس وراءها أي شيء جديد، هي حتى بالنص حتى قيل في هناك كلمات قد تدل على سياسة جديدة زي الإقليم، مكتوب فيها كلمة الإقليم، فأخذت إنه الأقاليم اللي كان ينحك عنها لا، هي نص قديم كما هو تماما. وما هو لماذا تم ذلك في هذا الوقت؟ والله لا أعلم حقيقة. يعني سر التوقيت يعني تعتقد في شيء ولا هي مسألة روتينية؟ يعني ظني، بس بعرفش إذا يعني يجوز أن أقول اللي ال شو التعبير، الولاية، مش الولاية الدينية، الرعاية المقدسات، رعاية المقدسات جاءت باتفاقية السلام وادي عربة. نعم. وادي عربة يعني حصلت مع رابين والحكومة الإسرائيلية. أنا بعتقد إنه هذا تصحيح لذلك البند، باعتبار انه
الآن أصحابين أخذنا هذه الولاية من أصحابين الأرض، نعم، اللي هن السلطة الوطنية أو الفلسطينيين، فهي اتفاقية ليست سيادية، ليست اتفاقية بين الأردن وبين السلطة الوطنية، هي بين الملك عبد الله الهاشميين والملك عبد الله مع السلطة الوطنية، فهي يعني اتفاقية ليست اتفاقية دولة، لأنه الملك بموجب الدستور الأردني لا يوقع اتفاقيات ولا ينشئ اتفاقيات، فلذلك هذه موضوع شخصي تماما. واللي بيشجع على انه يجب ان او هي موضوع اخذ جلالة الملك كهاشمي من السلطة الوطنية، لانه بالاتفاقية موضوع بانه السيادة على كل الارض هي لفلسطين، وهذه والرعاية هي فقط أظن مذكور بالاتفاقية كما قيل 144 دونم، فمحدودة الموضوع في موضوع الحرم الشريف والمادة، وهي شخصية بين الملك عبد الله كهاشمي وبين. طيب كيف دولتك وأنت كنت وزير خارجية لفترة حاسبة، كانت ربما من 84 إلى 88، 5 سنوات ونصف، كيف تصف الآن العلاقة الأردنية مع الحالة الفلسطينية، سواء مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع حماس، كيف يمكن توصيفها الآن؟ أيامي كانت غير، كان فيش أوسلو وفيش سلطة وطنية، وكان في اتحاد سوفيتي وحرب باردة، وكل جهة عربية أو غير عربية بدها تحتفظ بالكرت الفلسطيني بإيدها تتعامل معه، فكان موضوع مختلف تماما، وما كانش في اعتراف بمنظمة التحرير. اشتغلنا في ذلك الوقت مع أوروبا، وكان عملية أسهل لبداية الاعتراف بمنظمة التحرير، ثم انتقلنا إلى الولايات المتحدة وصارت الأمور كلها هاي الاعترافات اللي بتتذكروها. فيش حماس تماما كان أيامك كمان. لا فيش حماس. فيش حماس. الآن كيف تصف هذه العلاقة؟ طبيعية، يعني كويسة جيدة، لكن الله يبعدك ويسعدك. أنا لكم دولتكم ولي دولتي، أنا في قضايا مشتركة بين وبين الفلسطينيين، نعم، في موضوع القدس، في موضوع اللاجئين، في موضوع الحدود فيما بعد، هذه قضايا مشتركة، يعني الأردن له دور فيها ويجب أن يلعب هذا الدور، ولكن العلاقات السياسية جيدة، ويعني التنسيق والكيمستري شغال. نعم، هذا يقودني ربما يعني لل 88، قضية فك الارتباط. هناك جدل الآن على موضوع فك الارتباط، هناك من يطالب بقوننة، كانوا يتحدثوا عن دسترة ثم قوننة فك الارتباط، هناك من يتحدث عن محاصصة أيضا، حتى هناك نشعر أن هناك تيارين داخل الدولة يتحدثوا عن هذه المواضيع. ما هو موقفك من هذه المواضيع، فك الارتباط وقضية المحاصصة وكل هذا الجدل؟ فك الارتباط صار، نعم، بالرغم من موقف السابق. كيف كان الموقف السابق ذكرنا به؟ كنت ضد فك الارتباط، وتركت الحكومة في وقت لاحق بناء على ذلك، ويعني وكنت يعني مقتنعا بأنه هذا لم يتم بالطريقة الصحيحة. على كل حال راح الآن صار أمر واقع، وحدثت 5 انتخابات نيابية أردنية بدون الضفة الغربية، وأيضا هناك في فلسطين صار في سلطة وطنية فلسطينية، وصار اعترافات وسفارات وعضو غير عضو عضو مراقب في الأمم المتحدة، فأصبح هناك أمر واقع لا نستطيع تغييره. حتى المطالبة بالقوننة
قولنا نت ايش؟ يعني قولنا تفك الارتباط. قولنا تفك الارتباط او شو نقول؟ يعني نقول انه نحط ماده بالدستور انه الضفه الغربيه مش جزء منا؟ ما يخل ما صارت مش جزء منا واسمها فلسطين وفي الهم. هو القوننه المواطنين الفلسطينيين يعني الجنسيات وليس فك الارتباط. نعم. او لا حتى اصحاب القوننه احيانا يتحدثوا ان هناك تيار يدعو للمحاصصه ويغمزون من قناتك. يعني موقفك انت ايضا من المحاصصه يعني حتى يكون واضح للجمهور الاردني. والله العظيم هذا ظلم. نعم. والله العظيم الي سنين وانا بنادي بانه احنا اردنيين وهويتي اردنيه وصحيح مولود في نابلس واحن الى مسقط الراس والحنين الى مسقط الراس شعور طبيعي انساني نمارسه جميعا. انت بتحن وفيصل الفايز بحن ومعروف البخيت وناهض حطر بحن لمسقط الراس يا اخي ما فيها شيء. لكن انا على رؤوس الاشهاد بقول انا اردني وخياري اردني وحاسبني على واجباتي وحقوقي تماما كاردني. فما عندي مشكله بهويتي ولا عندي مشكله بموقفي ولا مع المحاصصه. يعني كل هي المحاصصه الان بهذا الظرف عمالها بتكون اردني فلسطيني او لا صارت ازر هاي الفسيفساء اللي بحكي لك عنها ما هي بتجر. والان القتال اللي بيتم والاقتتال اللي بيتم بالجامعات اردني فلسطيني محاصصات حارات صح. فلا أنا ضد المحاصصة وأنا أدعو ارجعوا لكل ما أقوله بتصريحات ومحاضرات أدعو إلى تعزيز مفهوم الدولة. وبقول إنه الدولة هي المظلة كلنا مظلتنا كلنا جميعا وتحتيها بيجي. طب دائما بحطوك في الصورة أو يشككوا بموقفك واضح أنا غريب واضح بس لا شوف حتى يكون واقعين قلة اللي بيحكوا هالحكي مش أظن الناس لكن يملكون منابر ربما هكذا يملكون منابر للحديث. الناس بتعرف موقفي و يعني قلة أتهم إلا في بعض المواقع الهاي إنه أنا كيت وكيت وكيت. بس أنا واضح وما تغيرت وما بتغير وما إلي إلا وجه واحد. نعم. وسبق كذلك إن شاء الله. أيضا هناك تيار في مجلس النواب يدعو إلى موضوع سحب الجنسيات. يعني خلصنا وقفنا انتهى الموضوع هذا إلى حد كبير إلى حد ما. إذن لا داعي لإثارته مرة أخرى. لا بدنا يترسخ إنه خلص يعني لا يجوز هذا الحد. هذه الفزاعة سحب الجنسيات الوطن البديل كل هذه الأشياء هل هناك جهات وراءها ربما متكسبة بإبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالإصلاح؟ لا شوف في مخاوف وفي ناس حساسة مشروعة هذه المخاوف ربما برأيي مش لازم تكون لأنه لكن في ظروف أخ عمر يعني إحنا نشهد أمام أعيننا وما حدا فينا متحرك هجرة ضخمة من سوريا إلى الأردن تجاوزت 500-600 ألف وهذا يغير الديموغرافيا والنسيج الاجتماعي. وفي تقديرنا جميعا بأنه هؤلاء الناس سيبقون هنا ربما فممكن تحدث أحداث ما نحسش فيها ولا نلاقيها مجبرين عليه أو أمام. فهؤلاء الناس اللي حساسين بهذا الموضوع بقول لك طيب ما هو بكرة إذا صارت الكونفدرالية وإجوا الشباب من هناك وسكنوا عندنا وهاي بتصفي يعني في خلل. فمش مش عمالي بعطيهم العذر لكن كمان بدك تتفهم إنه في ولما بنحكي على موضوع مجلس النواب وعلى إنه يجب أن لا نتهجم كثيرا ولا حتى تحل هاي الأمور بالرواق وما نخلقش فتنة. الفتنة موجودة يعني بدها بس مش شرارة مش شعود كبريت بدها شرارة. فيجب أن نحافظ على الهجمة الأخيرة على في مجلس النواب كانت على اللاجئين السوريين وبعض دول الخليج والحديث عن
يعني ربما بطريقة أنا يعني كيف رأيتها هي؟ تأسفت لذلك. نعم. وإن شاء الله ما تعاد هاي الأمور، لأنه إحنا مش هيك كعرب كأردنيين، والجماعة السوريين مو جايين علينا يعني إلا هربا من الموت. نعم. والدمار والجوع والقهر. فواجبي كمواطن عربي وكأردني أني أساعدهم، لكن كمان بدي الدولة أو الآخرين يفهموا أنه إلنا حدود بها. نعم. يعني نعم. ليس بدرش إحنا نضلنا نستمر. هل يمكن أن يعني عن ذلك أننا قد يتفهم دولة أبو نشأة المنطقة هذه العازلة يتحدثون عنها على الحدود؟ البعض يطالب بها حتى داخل الدولة. إذا 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 ما فيش إلها نوايا سياسية بعيدة المدى، بعتقد أنا يعني بقبل بهذا، لكن بشرط مش تكون بداية تدخل عسكري غربي في أو غيره. يعني إذا استطعنا إنه نبني مخيم الزعتري في الأراضي السورية ونقدم لهم كل ما نقدمه الآن من خدمات، بتصفي فكرة مقبولة. أما تكون رأس حربة لشيء آخر للتدخل بالموضوع السوري، لا مش مقبول. نعم. أيضا يتدفق وقد يتدفق علينا من سوريا لاجئين، هم المخيمات الفلسطينية الموجودة هناك. طريقة التعامل معهم، أحيانا التشنج في التعامل معهم، منحهم من دخول البلد وصيحات البعض وتحذيرهم، مبرر. لاجئين أيضا يتعرضوا لحالة إنسانية. مزبوط يعني. والله وأنا بعرف، بس هو بدك تشوف طرفي المعادلة. يعني ما يعني هذه المخاوف وموضوع قوننة تفك الارتباط هو مخاوف من انه يجوك الفلسطينيين لاجئين من لبنان ومن سوريا ويصيروا عندك هون. فاذا سمحت بكل اريحية وما شددتش، بقول لك هي تطبيق اللي كنا خايفين منه، هي عم بتطبق. بكرة كمان بيجوا من غزة وبيجوا، ففي منها يعني لا بدنا نطخه ولا نكسر مخه، بدنا نتعامل بإنسانية بطريقة معقولة. فمخاوف إنه يجيني كل مخيم اليرموك، مخاوف بدنا نكون حريصين إنها ما تتحقق. نعم. أبدا. ننتقل الآن إلى موضوع ربما العلاقات الخارجية الأردنية. زيارة أوباما الأخيرة إلى الأردن، كيف تقيمها؟ لماذا أوباما جاء إلى إسرائيل، الأردن، السلطة الفلسطينية؟ لماذا لم يذهب إلى دول أخرى؟ لماذا لم يذهب إلى مصر، إلى تركيا، إلى العراق؟ لماذا اقتصرت الزيارة على هذا الشكل؟ إذا أردت أن تقيم لنا هذه الزيارة أهدافها وغاياتها أيضا، وأنت يعني بالخارجية ضليع في هذا المسألة. أنا بطلت بالأخر شيء. كنت ضليعا، لا زلت يعني تدرك المشهد الخارجي جيدا. أنا منذ فترة نعم وحكيت الحكي لجون كيري لما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس من سنة تقريبا، قلت له بعد تعامل ربما 40-45 سنة مع الأمريكان في موضوع القضية الفلسطينية، وصلت أنا وغيري من الشعب الأردني إلى قناعة بأنه السقف الأمريكي فيما يتعلق بال حل القضية الفلسطينية لن يتجاوز السقف الإسرائيلي. شو بدها إسرائيل؟ يا يعني يا بتتعلو بتشدوا أكثر منها يا زيها. وبعتقد إنه هذا الأمر لن يتغير. وسقف نتنياهو اليوم هو سقف إسرائيل، هو سقف نتنياهو. نعم. وبنعرف إيش يعني نتنياهو. قال لي لا، إحنا إن شاء الله بس انتخب أوباما مرة ثانية للترم الثاني. الآن جاء أوباما وفي حركة. أنا مش داخل بهالموضوع، يعني لا أعلم بالضبط ما هو، لكن في حركة. وهي أوباما داعي أربع رؤساء دول عربية إلى واشنطن للالتقاء بهم على انفراد، بعتقد في موضوع السوري لكن في الموضوع الفلسطيني. يعني لسه ما تحرك شيء، وأنا بعتقد بأنه لن يكون هناك شيء سريع في حل القضية الفلسطينية. وربما اللي بيسموه ستاتسكو، الوضع الحالي، هو اللي بدهم إياه الأمريكان وبدهم إياه الإسرائيليين. إحنا كعرب وكأردنيين والفلسطينيين
شافوا مماطلة امتدت 40-45 سنة من 67 وإحنا نوعد بشيء وكل الأمور. نعم. والخطر الكبير إنه إسرائيل تغير الديموغرافيا في الضفة الغربية. الآن هناك 600-650 ألف مستوطن يهودي بما فيها القدس في الضفة الغربية. نعم. يعني اللي بدهم يعرضوه ربما أوباما بعرفش إذا نتنياهو بيقبل فيه بأنه 50% فقط من الضفة الغربية تصبح الدولة الفلسطينية والباقي مستوطنات ومناطق أمنية وطرق التفافية والآخر. الآن أخ عمر حقيقة هناك عزل كامل، كنتونات زي ما كنا نوصفهم قبل 20 سنة بحضروهم اليهود أصبحت بتشوفها رؤية العين. لما بدك تروح من في ناس في نابلس ما بعرف شو في بالخليل، وإذا بده يروح للخليل بده 3 ساعات، وابن الخليل بطل يجي على نابلس، وإذا بده يجي على نابلس بده 3 ساعات. فصار الفصل مع الزمن، بيطلع هذا كنتون وهذا كنتون وهذا، وفيش اتصال بيناتهم. فاللي بسموها viable state يعني قابلة للحياة مش موجودة أصلا. نعم. وهذا قتل للدولة مبكرا يعني لفكرة طبعا. الدولة. أنا لم يتبقى لدي الكثير على العلاقة الأردنية المصرية. لاحظت أن هناك توتر بعد وصول مرسي إلى الحكم، ثنائية الغاز والعمالة، ثنائية الغاز، كيف تصف هذه أيضا العلاقة بين الأردن ومصر؟ سنذهب إلى العراق أيضا ودول الخليج، لم يتبقى لدينا الكثير بسرعة. أنا بدي أضوع الوقت من شان ما أجاوب. لا، العلاقة صحيح ارتبطت بالموضوع، وإحنا تأذينا من موضوع الغاز يعني تأذينا جدا، واتفاقية موجودة، ويعني بحزب نفسنا إنه الغاز بنباع لإسرائيل، مع إنه خلص إسرائيل بطلت بدها غاز، صار عندها طلع بالبحر غاز وستصدره، يبدأ الإنتاج خلال هاي السنة. لكن بالنسبة لنا الغاز مهم ويجب أن يكون حسب اتفاقيات يعني بكميات محددة. بس أنا بختلف مع من يقول بأنه الغاز مرتبط بالعمالة. أنا شخصي منذ فترة وأقول بأنه إحنا إذا بدنا نعمل إصلاح ليس فقط إصلاحا بقانون الانتخاب ولا بالمجال الاقتصادي، في إصلاحات أخرى. موضوع العمالة، في عندي أنا 1,000,000 عامل وافد في الأردن بجنسيات متعددة، وعندي أزمة اقتصادية خانقة، وعندي بطالة، كيف يعني يستوي الأمر؟ لذلك وهون نيجي لموضوع الاستراتيجيات اللي سألتني عنه بالأول، لابد أن نضع استراتيجية لإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة. هذا لن يتم لا بيوم ولا بسنة، فأنا بدي أخده بالتدريج على مدى 10-15 سنة. شو بترتب عليه؟ بدي أرفع الحد الأدنى للأجور. صحيح. بدي أبني بوليتيك. إذن لابد من خطة. أنا بدي بس عشان يعني ضيق الوقت، العلاقة بين الدولة الأردنية والدولة المصرية بعد أن حكم الإخوان في أحسن حالاتها في أسوأ حالاتها بصراحة، أم لا زالت لم تتموضع يعني؟ لم تتموضع. لم تتموضع، لا زالت هكذا مع العراق. الحديث عن زيارة المالكي قبل يعني العراق، هناك حديث عن علاقة مختلفة مع العراق أنت تستشرفها في المستقبل؟ يعني بقدرش أجاوبك عن علم يعني، لأني ما بعرف حقيقة، مش قادر، لكن بعتقد إنها موسمية أكثر منها. موسمية مع العراق. الخليج كيف هي علاقتنا؟ المساعدات؟ لا، العلاقة مع الخليج ما لا غنى عنها. لا. وأنا يعني ما الحملات على الخليج يعني أتمنى أن تتوقف، مع أنه فيش حملات بالمعنى القوي، في أفراد بيحكوا هاي، إنما الدولة الأردنية ملتزمة بعلاقات حسنة مع الخليج. نعم. سؤال الأخير والختامي، وصول الإسلاميين إلى الحكم في كثير من الدول الربيع العربي، مصر، تونس، هل يؤثر على إدارة المشروع الإصلاحي في الأردن بصراحة صعودا هبوطا يعني؟ كيف هل أثر وسيؤثر العقل الأردني، عقل الدولة الأردنية؟ قد يؤدي إلى تأثر سلبا أو إيجابا، بعرفش أقرر، مع الحركات الإسلامية هنا، أما على المشروع الإصلاحي
لا أعتقد أنه بيأثر. نعم، دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا. ربما اليوم تحدثنا في مواضيع بعضها شائك وبعض الأسئلة يطرحها الجمهور وكان يريد أن يسمع من دولة أبو نشأت الإجابة عليها. نتمنى ألا نكون أثقلنا عليه. هل أنت راضي عن المقابلة؟ أنا يعني إذا دولتك من أشوفك أنا بكون راضي عن أشوفك، والجمهور أكيد راضي عن صراحتك التي تحدثت بها. أشكرك مرة أخرى، وأنتم أعزائي المشاهدين إلى لقاء آخر مع مشهد وقراءة. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.